اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده التشكيله والتنوع في المطبخ مطلوب، تنوع في الخضروات، في اللحوم، في البروتين. عندنا مشتقات كتيره ان احنا نقدر نطلع القيمه الغذائيه اللي بيحتاجها كل عناصر الجسم سواء الصغير او الكبير. معانا النهارده التورلي، تورلي اكله جميله فيها تشكيله من الخضار من خير ارضنا مع لحمه مفرومه مع فراخ ايا كان. تعالوا نشوفوا مدرسه التورلي بتتعمل ازاي مع اللحمه المفرومه الضاني بنسبه دهون تقريبا ل 30 ل 40%. معايا النهارده كمان شويه رز بالكاري. رز بالكاري طبعا ده مدرسه، البرياني، المندي، الكبسه. رز بالكاري هنعمله مع الجزر مع فليفر مع توابل لطيفه وجميله، اهم حاجه التوابل العربيه اللي هي بتطغى على الرز بالكاري والطعم العربي. اما الحلو النهارده للامانه بسيط وسهل وانا شخصيا بحبه، تبقى وجبه فطار مدعمه بالبروتين اللي هو عجينه الكريب. عجينه الكريب يعني بروتين من في صفاتها طبعا البيض، الزبده زي ما احنا عارفين، ولكن معايا فراوله. الفراوله دي مش طازه، فراوله مجمده، هخليكي تستخدميها ازاي مع عجينه الكريب وتعملي لاولادك احلى فطار او احلى عشاء لطيف جميل مع كوبايه عصير. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي شغل كتير في الحلقه بجد، وفيها افكار طهويه اكتر ما هي قيمه غذائيه عاليه كمان، وفي نفس الوقت كمان القيمه الماليه نقدر ان احنا كلنا نعمل الحاجات ديت بطريقه بسيطه وسهله. تعالوا مع بعض، تمام، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل عجينه الكريب بالفراوله ويا بتاع الفراوله. المقادير على الشاشه، مقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع. كوبايتين من الدقيق بياخدوا 2 بيضه، بياخدوا معلقتين من الزيت او 3 معالق من الزيت اختياري، 1 كوب من الحليب، بنقلبهم مع بعض. بعد التقليبه الحلوه الفراوله يا فندم، بعد التقليبه الحلوه مع بعض بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحطهم كلهم مع بعض ونترك الخليط ده كله لمده 10 دقائق زي الفل. المقادير على الشاشه، الفراوله، فين الفراوله الحلوه؟ فراوله اهي، ومعانا طبعا المقادير دي وبيض وبيكن باودر ومكعبين من الزبده. تعالوا نشوف هنعمل ازاي العجينه بتاعت الحلوه. عملناها طبعا عشان اكسب وقت ولازم تتخمر بالشكل ده كده والقوام ده كده اهي. بتسيبيها في التلاجه او بره التلاجه حسب درجه حراره المطبخ. دي مكوناتها تاني اكتبها ورايا، كوبايتين من الدقيق، 2 بيضه، 1.5 كوب من الحليب، نص معلقه فانيليا عشان زفاره البيض، رشة ملح صغيرة، معلقتين من السكر، معلقتين زيت أو معلقتين من الزبدة السايحة. بنقلب كل ده مع بعض يا أختي بالشكل ده كده يدينا القوام الحلو ده كده. نجيب الفراولة بقى، نجيب تفاح متقطع جاهز معانا زي ما أنت عايزة اختياري، ولكن أنا حابب القرفة الناعمة مع الفراولة بتبقى لطيفة وحلوة. باخدها بالشكل ده كده، دي فراولة، بحط عليها رشة قرفة حلوة. حاضر عينيا، عايز يشوف الصينية اللي في الفرن، خلاص وجب ان انا اطلعها. دي رشة قرفة بالشكل ده كده، واخدها واروح على النار، وربنا يكفينا شر النار. كل اللي انا هعمله يا عم الشيف هعمل ايه بقى؟ اهو باخد كده ايه بعمل هنا في طاسات في الماركت عند اخواننا بتوع الادوات المنزلية بتبقى شكلها حلو، ممكن تعملي فيها حلقات بيض، ممكن تعملي فيها عجينه كريب. بحط الفراوله دي كده، شفت الشقاوه دي كده اهو، شفت الفراوله دي كده اهو، تاني شفت الفراوله دي كده اهو، ده الجديد بقى اهو، شفت الفراوله دي كده اهو، الله عليك. وعجينه الكريب بتاعتي بوزعها بالتساوي اهو، واحنا مع بعض اهو. تاني، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ده فطار؟ اه دي وجبه عشاء لاولادنا اللي بيمتحنوا دلوقتي. اه فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. احنا مع بعض اهو، دي عايزه نار هاديه خالص، سيبها كده تستوي، ويفضل انك تغطيها زي الفل. نبص مع بعض نشوف عجينه الكريب اخبارها ايه. يلا كده يا مسهل الحال يا رب. اهي بدأنا من هنا، بدأنا من هنا، صلي على رسول الله اهو.
معايا مخرجنا حبيبي حبيب والديك. اه فراوله ايه الا الفراوله. اه بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص على الشقاوه بتتقلب. اه دي جديده يا شيف والله. تعمليها بالتفاح؟ اه. تعمليها بالكيوي؟ اه. تعمليها بالفراوله؟ اه. زي ما هي كده. اه نغرف الطبق ده كده بسرعه عشان وقتنا خلص. طبق صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ يلا ممكن تعمل بقى 20 30 واحده مفيش مشكله، عندك الاولاد بيحبوا الحاجه دي. اه بسم الله الرحمن الرحيم. والله فكره يا عم الشيف. آه. مش محتاجه تدخلها الفرن خالص. اهم حاجه الفراوله مع الزبده زي انا ما بدات اهو. الله. ممكن تحط عليها عسل، ممكن تحط عليها رشة قرفة زي ما انت حابة، اختياري بقى، ولكن انا شخصيا احب اكلها كده اهي. رشة القرفة الحلوة دي كده مفيدة للقلب، بتقوي القلب. ده الحلو بتاعي، ببساطة سهولة مرونة، جنبيه شوية فراولة حلوين، الاولاد بيحبوا الفراولة. الف انا وشفا، وقدمت طبق حلو فيه فكرة طهوية بطريقة سهلة وبسيطة، قدرت ان انا اعمل حلو شكلا وموضوعا مختلف، وبألف هنا وشفا هنا نقدمه. اللهم صل على النبي. يلا حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا نعمل رز بالكاري بمدرسه المغازي، عملنا صينيه الترلي باللحمه المفرومه بطريقه مختلفه، شايفينها ازاي فيها الخير والبركه، والبركه بتاعت الكفته باينه كده في قلب الصينيه زي الفل لضيوفك الحلوين. والحلو بتاعي بسيط وسهل، تكلفته قليله جدا، كيس فراوله طلعته من الفريزر، عجينه الكريب عملتها في البيت، ولكن الشكل والمضمون مختلف. يعني نقول مع بعض رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.